مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة بحول الله، حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق. سنستعرض تفاصيل هذه الحالة خلال هذه النشرة. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار. 11 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 10 درجات، نسب رطوبة عالية 97%. أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء غير مستقرة يوم الجمعة، زخات رعدية من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية، إربد 18 إلى 12، عجلون 16 إلى 12، جرش 19 إلى 12، المفرق 19 إلى 12. الانتقال الآن إلى المنطقة الوسطى والتي تشهد أيضا أجواء غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات نهار يوم الجمعة، البلقاء 19 إلى 14، عمان 16 إلى 11، الزرقاء 20 إلى 12، مأدبة 19 إلى 11، أما البحر الميت 25 إلى 18. الانتقال إلى المنطقة الجنوبية، حيث تتفرق الغيوم متوسطة الارتفاع في عموم تلك المناطق، الكرك 15 إلى 10، الطفيلة 16 إلى 10، معان 18 إلى 10، الشوبك 14 إلى 8، أما العقبة 25 إلى 16. بالانتقال للمنطقة الشرقية والتي تشهد أجواء غير مستقرة، أيضا زخات رعدية من الأمطار متوقعة في تلك المناطق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في الصفاوي 20 إلى 11، أرويشد 20 إلى 12، الأزرق 22 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.